تساءل الفقهاء منذ القدم لو وقع التزاحم بين حق الله عز وجل وبين حق العباد فايهما نقدم نقدم حق الله ام نقدم حق العباد لله سبحانه وتعالى حقوق على الانسان ان توحد الله ان تعبد الله ان تطيع الله هذه من حقوق الله عز وجل وللعباد ايضا حقوق تجاه بعضهم البعض بعضها حقوق ماليه بعضها حقوق بدنيه بعضها حقوق اعتباريه يعني سمعه الانسان كرامه الانسان شخصيه الانسان ما تستطيع انت ان تتجاوز عليها مثلا ان تفضح اسراره الخافيه على الناس بما يسيء اليه او ان تشتمه مثلا او تذكر عرضه بالسوء وامثال ذلك هذه امور اعتباريه ايضا هناك حقوق متعلقه في هذا الاطار ولو تراجع رساله الحقوق للامام زين العابدين عليه السلام ستجد اكثر من خمسين عنوانا من الحقوق التي ترتبط بالناس، يعني حق الانسان على الانسان ضمن العناوين المختلفة، يعني حق الاب على الابناء، حق الزوجة على الزوج، حق الجار على الجار، وهكذا. الآن نعود إلى السؤال. لو وقع التزاحم بين حق الله وبين حق العباد، فأيهما نقدم؟ يعني يا إما أن نؤدي حق الله واما ان نؤدي حق انسان ما. الفقهاء ذكروا هذه المساله منذ القدم وبحثوها وذكروا لها تفاصيل عديده، يعني لو تعود مثلا ترجع تراجع كتاب القواعد والفوائد لاحد علمائنا ملقب بالشهيد الاول. هذا الكتاب تحت رقم 117 المسألة 117 ستجد تفاصيل وتفريعات كثيرة في هذا المجال، لن أدخل فيها أنا أحب فقط أن أعطي صورة عامة نحاول أن نكونها من خلال مجموعة من الروايات التي سأذكرها ستقدم لنا فكرة عامة أنه عندما يقع التزاحم بين الأمرين كيف نتصرف؟ المثال الاول وهذا المثال عليه عده شواهد عده روايات معتبره السند سئل الصادق عليه السلام عن رجل يخرج يشيع اخاه مسيره يومين او ثلاثه من الاداب الاسلاميه اذا كان عندك ضيف مثلا ويريد ان يسافر ويغادر وطنك هو نازل عليك كضيف والآن يريد أن يغادر من الآداب أن تشيعه يعني أن ترافقه جزء من مسافة السفر الآن في الماضي السفر كان طويل يومين وثلاثة يعني شيء ما بين حدود تسعين إلى مئة وخمسين مئة واربعين كيلو متر يومين ثلاثة مسير يومين ثلاثة يقطع هذه المسافة معاه ثم يودعه ويرجع مرة ثانية إلى البلد هذا نوع من احترام، ابداء الاحترام والتقدير لهذا الضيف، هذا من الاداب الاسلاميه ومن حقوق الضيف، صحيح هو ليس بالزامي ليس بالزامي ولكن هو من الاداب، هكذا علمنا الاسلام هكذا ادبنا الاسلام ان نعطي قيمه وان نرسخ المحبه والتقدير المتبادل بيننا وبين الاخرين، هذا امر مهم، هذا يقوي العلاقات بشكل كبير يمكن بعضنا اذا يا ضيف حتى ما يقوم له عند الباب يودعه لكن اداب الاسلام تربي هكذا امير المؤمنين علي عليه السلام روي انه كان في سفر يريد الكوفه وفي ضمن القافله كان هناك واحد من اهل الذمه غير مسلم وصلوا الى مفترق طريق هذا الذمي لا يريد الكوفه يريد منطقه اخرى في تفريعه كذا. مشى مع امير المؤمنين مسافه، هذا الرجل استغرب. قال له اما قلت اما ذكرت لي انك تريد الكوفه؟ قال بلى ولكن هذا ادب الاسلام عندنا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه واله ان نحترم هذا الذي يرافقنا في السفر بهذه الصوره، وانا قدرت ان انت كنت صاحبي في السفر لمده بالتالي ما اتركك عند مفترق الطريق، اصاحبك قليلا ثم اعود. هذا الرجل انبهر واعلن اسلامه في ذلك الموقف. هذا ادب الاسلام بهذا الشكل، الان هذا السائل هو يسال يقول طبعا المساله ترتبط بالصيام، انتبهوا، المساله ترتبط بصيام شهر رمضان وان ما تبين ذلك في بدايه الروايه الان سيتبين. شخص الان اصبح بين امرين. اما يصوم يومين ثلاثه ضمن ايام شهر رمضان واما ان يشيع هذا الضيف ويصطحبه في جزء من مسافه السفر واذا سافر فاذا سيفطر، صح ولا لا؟ طيب فقال الامام عليه السلام ان كان في شهر رمضان فليفطر يروح معاه ويفطر الان هذا من باب الجواز يفطر الرجل الآن عنده سؤال آخر فقيل أيهما أفضل يصوم حق الله صيام حق الله يصوم أو يشيعه حق الإنسان حق الضيف ولو هذا الحق قلنا غير إلزامي لكن من الآداب قال يشيعه اليومين لا يصوم يروح معاه يشيعه إن الله عز وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه هو غير مكلف لمن يسافر ومكلف بالصيام يفطر بالطريق ثم يعود يقضيهم بعد ذلك ان شاء الله. هذه الروايه عليها شواهد اخرى، هي معتبره وعليها شواهد اخرى ايضا من الروايات المعتبره ومنها ما عن الباقر عليه السلام تقريبا بنفس المضمون ولكن في النهايه يبين الامام الباقر يقول: يشيعه ويفطر فان ذلك حق عليه هذا حق من حقوق الناس ان تشيع هذا ال... ولو اضطريت انك تسافر فتفطر في شهر رمضان يعني حق الناس مقدم على حق الله عز وجل وهذا شيء عجيب المثال الثاني وايضا هذه الروايه معتبرة السند وعليها ايضا شواهد من روايات اخرى ايضا معتبرة السند عن معاويه معاويه هذا ابن عمار من اصحاب الامام الصادق عليه السلام عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن امراه حجت معنا وهي حبلى حامل ولم تحج قط يعني هذه حجتها حجه الواجبه باصل الشريعه حجه الاسلام يزاحم بها حتى تستلم الحجر تعرفون ان من السنن من الاداب التي تم الحث عليها والتاكيد عليها انك اذا ذهبت خاصه اذا حجه الاسلام الحجه الاولى الحجة الواجب انك اول ما توصل المسجد الحرام عند الكعبه تذهب الى الحجر الاسود تستلم الحجر تقبل الحجر تقول بعض كلمات امانتي اديتها وميثاقي تعاهدته باعتبار ان الحجر هذا يمثل يمين الله في ارضه يعني كانك تصافح تبايع الله عز وجل تجدد البيع مع الله على التوحيد وعلى الطاعه وعلى الايمان مساله جدا في رمزيتها عاليه جدا راقيه جدا انت تصافح الله يمين الله في ارضه مساله جدا مهمه وحساسه بالاضافه الى اشتياق الانسان ان يلمس هذا الحجر الى اخره لما له من عنوان رمزي وفي بعض الروايات ان هذا الحجر سينطقه الله يوم القيامه ويشهد لكل من اتى واستلمه واتى وقال مثل هذه الكلمات امانتي اديتها الى اخره هذه المراه لم تحج من قبل يعني لم تفعل هذا الامر لم يتسنى لها من قبل ان تؤدي هذه السنه وهذه المرأة لربما لا تستطيع مجددا ان تأتي الى الكعبة المشرفة في موسم عمرة او حج لتؤدي هذا الامر هذا حق الله عز وجل لكن في البين حق الناس ما هو حق الناس؟ حق الناس انك ما تؤذيهم هذا الرجل يسأل يقول نزاحم بها ناخذها وندفع هذا ونضغط هذا ونخرب طواف هذا وناذي هذا الى ان نصل بها وهي حبلى لربما هي تتاذى الجنين يتاذى تسقط الجنين تتالم ظهرها يوجعها ندخل بها بقوه حتى تؤدي حق الله هذه السنه ام لا؟ واليوم انتم تشوفون شو اللي يصير عند الحجر الاسود؟ ضرب وناس تصعد على بعض حتى النساء يدخلونهم بهالزحمة وتنهتك حرمة المرأة بإزالة سترها وتلامس وضغط وبين الرجال والرجال مع الرجال وشتم وإهانات شايفين عند الحجر الأسود ماذا يحصل قال عليه السلام لا تغرروا بها لا تعرضوها لهذا الأمر ولا تقرون بذنها تقولون لها هذا شلون بترجعين بلدك وانت ما استلمتي الحجر الاسود يمكن حجتك مو مقبوله يمكن الله مو حاب هذه الحجه منك انت انسانه غير موفقه الا تروحين تستلمين الرسول كان يستلم كيف انت ما تستلمين هذه سنه, من سنة لا تغررون لا تقرون بذنها مثل هالكلمات لا تغرروا بها قلت فموضوع عنها يسقط عنها هذه هذه السنه تسقط عنها قال كنا نقول كنا نقول لا بد من استلامه في اول سبع واحده يعني اول مره انت تدخل الى المسجد الحرام عندك طواف سبعه اشواط مره واحده على الاقل تكون شو تسوي تستلم الحجر الاسود هكذا كنا نقول لكم افعلوا هذا ثم راينا الناس قد كثروا وحرصوا يعني صاير في ماذا تدافع عند الحجر الاسود وازدحام وتكالب فلا هذه السنه في ضمن هذا الظرف يتم إيقافه انت بعد مو مطلوب من عندك لا انت مقصر ولا شيء بل المفروض انك ما تسلك هذا المسلك الذي يتعارض مع حقوق الناس اذا صار تزاحم بين حق الله وحق الناس ايهما قدم الامام هنا؟ قدم حق الناس، حقك انت كبدن وحق الاخرين ان لا تؤذيهم. والامام الصادق عليه السلام هو بنفسه التزم بمثل هذا الامر. ايضا عن معاويه بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال له ابو بصير ان اهل مكة أنكروا عليك يقول للإمام الصادق مستغربين متضايقين إن هذا رمز آل البيت رمز أهل بيت الرسول مفروض أكثر إنسان يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله هو جعفر الصادق في زمانه أهل مكة الناس اللي الآن موجودين ويراقبون وكذا ويشرفون على الحج وعلى الموسم متضايقين من تصرف من عندك يا يا ابن رسول الله إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر ما رحت عند الحجر تقبله وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له وأنا لا يفرجون لي يعني أنا إذا بأوصل إلى الحجر الأسود ادفع هذا واضغط هذا واخرب طواف هذا انا هذا الامر ما اسوي، انا هنا بين حق الله وبين حق الناس، اقدم حق الناس على حق الله عز وجل، من مثل هذه الروايات استنبط عدد من الفقهاء قاعده فقهيه مفادها حق العباد مبني على التشديد عفوا على التضييق حق العباد مبني على التضييق يعني على التجديد يكون تراقب تحتاط وايد تنتبه وايد اليوم لو واحد يمك يصلي وانت تصلي يطيح في بعض المصلين ما يقطعون صلاتهم يستشكل يقطع صلاته حتى انه ينقذ انسان لربما تزهق روحه بهالطيحه هذه عنده اشكال لا انا اكلم صلاتي شلون اقطع صلاه ما يجوز هذا خلل بالمفاهيم حق العباد مبني على التضييق وحق الله على المسامحه ولذا قالوا لو شخص مات وعنده تركه تركه ارث ولكن هذه هذا الانسان الذي مات عليه ديون قسم منها لله عليه خمس زكاة وقسم منها للناس ناس يطالبون فلوس فايهما نقدم بحيث اننا لو ادينا الزكاه والخمس خلصت فلوسه مطلوب بذمته قد اللي هو ترك ولو ادينا حق الناس ما في مجال ان نخمس ونزكي مشهور الفقهاء على تقديم حق الناس يعني سددوا ديون الناس قبل ان تسددوا ماذا حق الله عز وجل من بينهم سيد اليزدي صاحب العروه الوثقى وبين علل ذلك ماذا قال بعد هذه الفتوى؟ قال لأن حق الناس أعظم من حق الله، شيء عجيب وغريب، لأن حق الناس أعظم من حق الله عز وجل، إن بين أيدينا معادلة مرتبطة بالتزاحم بين حقوق الله وحقوق الناس. ومفادها اجمالا تقديم حق العباد على حق الله عز وجل. وهي القاعده التي قد يتفاجا بها البعض ولربما يستغربونها بينما هي نابعه من صلب المفاهيم الاسلاميه وتشريعات واخلاقيات الاسلام وادابه. وسر هذا الاستغراب نابع احيانا من خلل في مضمون الخطاب الديني الذي نقدمه للناس وفي انقلاب هرم الأولويات في سلسلة الواجبات والمحرمات التي نربي عليها الناس حتى أوصلنا البعض منهم بدافع تحقيق التقوى عندهم إلى التدقيق والاحتياط في أبسط الأفعال العبادية إلى حد الوسوس فيها بينما جعلناهم مسوفين لا أباليين فيما له علاقة بحقوق الناس المالية والاعتبارية. إن الإنسان إذا ندم واستغفر من ذنوبه فإن الله عز وجل قد يتجاوز عن تلك المرتبطة بحقوقه ويصفح عنها بينما تبقى ذنوبنا المتعلقة بحقوق الناس رهينة الإصلاح ورهينة تجاوز الناس عنها إن لم تصلح ما أفسدته تجاه الآخر وبقي حين ذاك بقي عليك بقي عليك شيء في إطار التوبة لا يكفي أن تقول أستغفر الله يجب أن تعيد الحق لذلك الإنسان يجب أن تصلح ما أفسدته مع ذلك الإنسان نحن مقبلون على شهر الله شهر رمضان والصيام فيه بغايه تحقيق التقوى والتقوى لا تخص عبادة, عباده الله فحسب بل تمس حياتنا الاجتماعيه والعمليه في كل ابعادها فماذا نحن فاعلون اللهم بصرنا بامور ديننا ودنيانا